والله شنو نقول لك يا نادين، اي خلي لي شويه وقت نزيد نخمم. ليه ليه مش خايفه، ما ذي حكايه حساسه برشا، نخاف يفهموني بالغلط. انتي تعرف اللي انا الحانوت عطيته المنجي خويا، والمجازا الله يرحمه المرحوم كريها الببوشه، كيفاش نجينا توا نخرجهم؟ ما عنده فين يمشي مسيكة. أخشي تاكت الوي؟ لا لا يعيشك نديم، خلينا نتقابلوا نحكيو ومن بعد نفهموا بعضنا بالكدا. أوكي؟ هاي في لمانة. أخشي تاكت ضربة واحدة. الحكاية ما وقفتش في تذبيل لعويناتك هو. شو الوحيد ما يطلع منه؟ والله عرفتو سكبين. ليه؟ طب نشوفوا شكون يربح في الاخر. مش يجيب ارشيتاكت ورحمة بويا لو كان يجيب سحار. غير المعطيات باش يخلي الثغرات والبرصة يدخل من خرم الابرة. نعم هو برشا الولاء. والان هو وزيد. وهنا بدأت لعبة المدربين. ماذا سيفعل مورينو؟ يا حيي معك السبة تتفرج في الكورة؟ انتي ما لقيت فيش نتفرج بربي، هكيك حبيت نبدل الجو. هك تشوفهم البرامج الكل ولاو على السياسة ولا على المرض اللطف. والسنين ما عندك فيهم ما تختار بنيتي. ميسي انطلق، ميسي حط الكورة واحدة اثنين. انيستا تمشي لادريانو. ادريانو الحكم فرنانديز ما يرحموش، إذا يغلط غلطة باش يخرجوا بالحمرة، لأنه يعني عنده ورقة صفراء وباش يعمل. ألو. سياسة التوازنات. من جهة الريال والبرسا. أنت وين تو؟ هي سياسة وحكاية مجتمع. تشافي هرنانديز توصل في السلطانة لوم القصر الصيد. باهي اسمع قلب. بادرو يحاول، بادرو تو ترجع للدار، حاجتي بيك فيسع فيسع، فهمت؟ يطلع دي ماريا، دي ماريا مش يومه. يسلمك ويسلمهم. سمعتش قلت لك ورد بالك تاكل حاجه عندهم. باهي يلا ما تبطاش ماله. شبيكم امي لباسه؟ اش حاجتك بيه منجي؟ شنو اش حاجتي بيه؟ وحشت ولدي؟ عندي مده ما قعدتش حكيت معاه. زيد شد في العرس على الاقل نحكي معاه. ان شاء الله ربي يسهل. قل لي الحق، عجبتكش الترقية؟ الترقية تطلع عليها حتى على جرح يبرى. هزر في اللون عزولين يا لله. تفرجوا في الماتش؟ حياة تحب تبدل الجو. أما كانك علينا ماذا بيا نتفرج فيك المسلسل الجديد التركي، مسلسل المرأة اللي بعت عائلتها الكل على خاطر راجل. عاد الاخر الرويجه لقى لها ماشي خليها في العظمه ومشى. وين يتعدى هذا المسلسل تاتا؟ في قناه حياه. واه 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 واه. تعرفيش قناه الحياه يا حياه؟ اي فيه. والمنيقل بقديش؟ خدت المنقله ب 3000. لكن بصفتك انت بنت الحي مش ندني ليك سوميك ويكاي الوحدة ب 2500 وخميسة 100 أخرى لينا. حقا فكرتني في خميسة بربي شنو حوالها لبس عليها؟ نسخت مرها من فنفة هواني مشت عمان لدبي. واه شو مهزها دبي؟ مشت سياحة داخلية وضربت الزنسية القطرية. يلا عينك اختي رادي. شيني الامور تزي في زهران. يا عيشك بابوشة حق قول لي. يا اخي بالحق خميسة مشيت لدبي. دبي؟ اي اي بلا مرة دبرت كنت راه غادي في قناة دبي الرياضية. بدي تسمع فيلم ذبع ذاك. راي راي عشتي فيك راي. شاء الله خير. اللي قلتيش لي اموري. واه بابوشة شا عندي يقول لك؟ اسمعوا خايك ما دخلنيه تحت سقف دار خوشة الخيط. عائلة صعيبة وفاميليا ضربتها بدعوة وزاد قتلك المرأة من سلالة الأتراك ولا شنو تقريبا. تقول لي السلطان سليمان ولد خالتها وانت تحبني. قولها ببوشة تحب عليك. برا برا فهمت القصة.
تقول انت مرا بلديه الناس ما تجرح ليها خديداتها تتلفت الواحد من وراء البلايه كيف هنا. ما قلت شيء بابوشه ظن فمي. ايه بالذي لا لا فهمت واش مدخلك انت بنتي. قولي لا واش خاسر انت العالي دق ربي حاولي يا لالا. لا وخي ما نقولهاش انت حتى تدخلني من الباب المراه. دخلك من الباب. اي واش دي رايك زعما كان ايه كان تخشي ليها من الشباك. ببوشة تحبش تنكز ليها مستح. ايه وحايدة كل شيء بالتشحيم في البلاد. ببوشة وراسك وراسك ما ندخلها من الميزان. بلوش الباب ما يتحلش. ام كنتي بلسانس تولي وزغة تدخلي من الميزان. بسلامة ببوشة. بسلامة. سلطانة ببيشة تحبش ندخل لها من النقبة متاع الباب كالنحلة وعطين 30,000 بركة. وشني رأيك ان ندخل لها انا من النقبة متاع الباب كالنحلة مكنتي بشلاكة. وش رأيك انت تدخلي دخلة شلاكة انا تدخل دخلة التليفون لخميسة اختي. ادخل فيه كاميون فيه مباركة سيدي عبد الرحيم بخشبة. هذك هي انت بتدخل ندخل. ملك 50,000 كاملة راضية وانا نتمنى نتصور بحدها التصويرة نص. هذيك هي الفلوس ماشية بلا لا لا يقول لك شبيه الاقتصاد طايح. اي ومن بعد كيفاش يا حبابك حياة كل اليوم بعد هذا ما عوش مشكشك في مخه. مشكشك مشكشك. اي من جهة يقول لي يا اختي حجيلة يا اختي حجيلة وضحكي ومن جهه يبعث لي دي ميساج دامور نورمال. ليه مشكشك على الاخر هذا. هاي شبيكم سكتوا على خاطر طاطا ما مش نحكوا في حاجه انت عصا نورمال بالحق. امي ش عملت لنا عشي فايم شربه وكوشات جيش. من عمك بشير كيفاش تطع كل يوم كل يوم الدجاجة ها خص غير باش نطلعوا الريش. شبيه الدجاج لله مزرقين له لامونيتر واللي مش عاجبها الدجاج شمر على ذرعانها وتدخل الكوجينة الطيب اش تحب هي. لا لا تطع هايل يهبل سورتو بالأوميغا 3. أنا تاني المونجي عجبتني بزاف بزاف سوفتو مسكينة ظهرك عليها نسملاح. بالله ربي فهمني كيفاش عرفتها نسملاح شقيت على قلبها وشفتو. يا امي بالله فهمني انتي ايش عملت لك المرة كيش تشربت بحذينك كويستي ومشيت على روحها وين مشكلتها ترى. ليه ولدي حقك شديتها اللمبيت ميلا. انا نحب نعرف لين جات لهوني. تحب تعرف ايش هدوني انا استفنت هنا استدعيتها حبيتك انا من حسن طار عائلية. وهي عاد ما كانتش من عكسي رميت سفساريها على راسها وجيت. اخي امي اش تحبها تعمل هو قال لك هو استدنها اشنو باش تتعرف علينا على الفيسبوك مادام قال لها هو باش تجي جيت. هاي منجي احكي لنا على خطيبتك. يا بنتي اش باش نقول لك واش باش نحكي لكم انا تعرف حيوتها الله وحد عليها تقولش عليها كفستقة في قشرتها طفلة عسل رزينة وبارك الله عليها عندها الفيمة بزيد والله كان البومة فيها خير ما يخلفوها الصيدة. يا حي بليت ما فيش تقول على كنت هيبي ولا الكل تعرف عديشة على خاطر قلت لنا أمي رقية يا بنتي في سبرهم الكل هكيك البلدية رو ربي ونسك بالبلدية متاعك. المنجي هذه خطيبتك تخدم في البلدية. تخدم في البلدية تخدم في الترتيب يا بنتي البلدية 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 هما في تونس الناس القميقة هما فهمت عجيلة. وهذه خطيبتك بالأوصف هذو ما الكل وصفتها قاعدة ما تزوجتش السنة في المنجي نورمال ملا قصة كامل في قرايتها يا لله.
ضربت 10 سنين في السيزيام مالا. يا حشرة يا حشرة. عند عمي ملي دخلت ستيليت موديليست. أم بليز مغرومة بالحيوانات كيف أنا يا حيوتة. أيوة قلت لي عاد فولة مسوسة وطاح بها غراب عوض. ميرسي. هيا قوموا نتعشاو خير. لا لا الحمد لله يا ربي تعشيت فيهم كسكسي عشق في دور نسيبي. إي صحة صحة لو خير. إيش صح حبتني كحيوتة أما ماهوش بالدجاج راهو فهمت؟ لا باش بلا صبير وعليك وكلوها لك بخيطها. ها؟ خمسة ستة ستة فين؟ واش دينار؟ واش دينار؟ واش نزل لنا تو؟ نزل لنا تو سيدي يا سيدي الكيسان. الكيسان واسر على زون 30 مرة على فرد نفس نطلب فيك ما تجاوبش. ما انت ليش خايف تطلب فيه 30 مرة على فرد نفس تطلب فيه من تحت الماء ثاني بالثانية خلينا ما نجاوبك. حتى انت ديما تحقر فيه حتى مسلاجات العيد ما تجاوبنيش. هذاك هو معناها زم فمك وتسكت خلينا نكمل حساباتي. لما كنت مع البرانية تبقلش البرتابل في التريسيتي. ها أنا تبو. ألو هلا عينك خيل لبيس. إيه فاهم أي ما لا يطلع فيه نام تحت الماء. لا لا خالي لا لا مش معوب لا هو اللي معوب. هدول والله توحشت. جميلة وش بيه؟ قول له مش لنا قول له الفهم مات. ودي وسكت طفل. هي الله 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 هي الله اكبر. هي طا باهي باهي سيدي انت نقول له انت نقول له باهي سيدي تصبح وتربح. واش باهي جميله توفى؟ هي وقال لك طاحت على راسه من فوق البيب. والبيب لاباس والله لا تحشى طفله راسها تحل وانت تسال على البيب. قال لك يا سيدي يا ابن سيدي فقدت الذاكرة خلاص. الحمد لله يا ربي هلا قلت انساني من مخ. يا رجال يا عاد ابن عمي كمل لك الحديثة. قال لك يا سيدي يا ابن سيدي يا مرحوم السلامة جميلة كي طاحت على راسها من فوق البهيم من ست الناس الكل قعدت بتفكر كان واحد برك. البهيم؟ لا لا مش البهيم وكنت قربت ليه. قال لك يا سيدي يا ابن سيدي قعدت بتفكرات كان انت. نهار مغلق لازمني نحرق اليوم قبل الغدوة. يضرب عندك يا ابن عمي. برونتو عيداتو اتصالات ايطالياتو انا ما في حياته فهي ما تحرقاتو تواتو بحضناتو في ايطالياتو كل الجميلاتو مزمزاتو كان سام ببيشة طفي الضوء. يو يمي يا فطيمة يا حبيني يا اخي ما زلت متغشى على حكاية العصبانة يمي. اش عندي فيك تاكل حتى الحجار؟ أما اسمع نقولك من اليوم تحل عينك وتلهي بختك. يا حبيني يا اخي شبيها حياتها يمي مريضة؟ أنا المريضة يا منجي أنا. هو عليها وزارت مريضة يا ماري كيف تعرف ما تقليش هكا هو باش نطلب لك توا الطبيب بن حسين يا منك يا منجي ومنك يا راس اللحم افهمني. اختك سمعتها تحكي معك السكبين نديم التليفون يظهر لي قلب لها مخها. ايوه كيف بساعده فهمت توا؟ اي ما انا فهمتك يا فطيمه. يا من بالله برحمة بك العزيز الغالي زيد فهمني شويه. فهمك يا منجي سمعتها تقول له الحانوت اعطيتها للمنجي والمجازة كره المرحوم الجبلدو. ايوه صاريه في الحكاية تبي نعرفها من قبل يمي. ايش يحريقك يا منجي الحكاية فيها ارشيتكت يا ولدي. يا حبيبي يا حصول الشروة طلع ارشيتكت من موش محامية. روح عليك يا منجي روح عليك يا منجي ارشيتكت معناها باش يهدوا ويعاودوا. فهمتك يمي. يا يمي بليز سامحني يمي اكاو ايش باش يهدوا ايش باش يعاودوا؟
انا باش نعاود نحط يدي في خدودي ونقول واه منك يا منجي. يا حبين يا يمي ورحب الويل عجل غولي عندك الحق يمي حكيت العصبينة هي اللي ردتني هكا عطي شوية على فاي يو يمي رقدت شرج البرتابل بالكابل شرج كل الو يطلع ريزو فشليك 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 أب بيم 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 وماشي هالحطة في المحطة مستضيف إرس ولا في ملاك؟ لا إرس فهم وقيلة مستدعي في طهورك شطاري لا بالمسد ترقد في النخالي برمشك دجاج ولا الدندون ماشي خي حاسدني بجرد فيستا 3000 فرنك لا فيستا بركة قول مكاسي قد سبيتار متكمة بالسلعة ايش تبش ايش معون وفلوس رزز رزز هنا تكبرن عليا تشلي في السلعة متاعي بن عمك زوالي اللي عندي لوالي للتالي نوقف فيها نوقف فيها ربي ان شاء الله قدر الخير سعيد احلى زوج غير من المنجي اسمعني يا صاحبي راني نحشر بيك في قرية اكيد انا لا لا اخوي انا ما نقولش نخلي المجازة وحدها ما زلت ما استفتحتش مغازة خايف عليها يا ناري قسيك انا ديما نتفاهموا حياة اختي باش يهدوا باش يطلعوا في بلاصة بلاصة نهار مغلل ايه نقيت فيها ما اجمعني حالي زون انا نسبق تحقاو انت خلت عليا بيه ما ضبط شيف ما قلت قد سبيطار انا مش قد سبيطار قد مستوصف بري الركل مرميتا ما غير هروة من قوب على جناب تشرب ما تروى اي وزيت هي الفهم لا لا مش نعليك مش نعليك بيه بيه مش نعليك يراك كنا موسى واكلا بوني من عند خفوسه يراك الذبانة الوجه ماسك الكرش علينا وهذا عليك لوح سنة تحب ما تلبس بالغازة حياة ويح جايلة قولي لي اختي واش ندير مع هذا الصمت اشنو بعث لك ميساج اخر ماشي ميساج البهلول عيط لي في التليفون قال لي باش تسنيني في القهوه هي شنو المشكله بالك شي حاجه تهم الخدمه حياه انا راني نحكي لك سيريوزمون وانت راكي تتمسخري بيا سيد ما حبش يلاشيني يا بنتي وسع بالك بالك شي نيتو صافيه وشنو المشكل اسمه المولدي ولبس الشاشيه يا بنتي ذوما الكل حكايات فارغه الفايده في القلب الباهي حجايلة أمان شنو نلبس اليوم؟ إيه نسيت اليوم باش تتلاقي مع حبيب القلب يا بنتي روحي له بحوايج الدار اللبس حكاية فارغة الفايدة في القلب الباهي عزيزتي عندك الحق السالفة مردودة وليدي الحكاية روي مانيش لاعب صغير روي يديكم ربي ركزوا معايا ورانا تو باش نتعدوا للشرع القصوى أنا نقول لكم أوكي اطلع يا جرياس جا ربي يضم علينا فمك واسكت واش يسكت سي الحلزون ما نبلكش في بلاد هذا حريت تعبير بزع لقط يهديكم ربي يخشوا باش يقولوا تعرفوا توا ما حبيش تسمع فيه واش يقول المنظر هي جاهم فيها القبر بو هرب له بالفيس لا يا سي جاهم فيها القبر بو هرب له بمه اسمع انت خير لك راه سمح باش ورحمه بوي الاجلون اللي عندي كتسب لي نشرب راه توا نجيب لك الحكم راه اجمع بجاه ربي اختار ما فاتك لا من رايي نعاود نطلبوا لهذيلي ونوكدوا عليه توكيد خاص على الجيل راهو سيء الدق خلط للدربالة كيفاش تستنى يا خويا يطلبوا خليه يجي نتفاهموا معاه يعني نطلب تعرف يا سمو من غير ما نفخر لك روحي راهو هيك مرة سيدي في الحومة صارت لنا مشكلة كبيرة ياسر عندنا بنت حومتنا تبولد عليها واحد يا حبيبي يعوف في بالها ربوا 37 كيلومتر انا نفرب مع السقية ونخلط له الغادي نشد ونعطيه نتاعو فهمت ولا بعد ايش روحت قول لي خويا المنجي وكي روحت على سقيك ولا في الامبيلونس شو المحبس انت يا وانت سمون فرتتهاش يا ايه خدر تقولي شدد روحي علاش بابا قلبك تضحك انت لا لا مش غلبني ضحك انا راجل روحي انا ما مسخش يدي بلي جيرو هذا لك لك نتمسخ يديك كل واحد شو بده فعله اجمع ها من قبل نوكز ما يجاوبش يا سيد مجي ها ما يجاوبش هاي اللعبه رصت عندك ورينا ترى اللعبه اسمع صاحب حالي زون
عاود اتصل بيه عاود. ما كانش تو نجي نتصرف معنا بيه. تعرف كيفاش يا جماعه؟ كان ما صار حد شيء مع الهضره بتاع الهدي هذيا، شنو راك كان تحموا فينا احنا الثلاث؟ واش تغلبنا؟ بس الحرزين تحموا فينا احنا الثلاث، وناجد كالينا العولة ولا صار متحركه. اللي راح نقول اجل غولي هالمحبس هذا باش يقبلني روم. اسمعني يا الولد، ركزوا وريقلوا اموركم بيه، كان ما نجمتوش ناديوني تو نتصرف معنا. ديوا؟ لا وين ماشي انت اخوي؟ ما عندي وين ماشي انا، انا في الدور، كان مانيش في الدور تلقوني في الدور نسيبي. واش رايك كان دنو ليه كمان؟ كمين شنو اخي؟ هاك نتنكروا له نلبسوا له لبسه الحاكم ونهزوا مقرون ونلبدوا له هو يجي ماشي هناك ونطرقوا عليه نعطوا على بين النواظر. وبعد كي نلم روحنا ونقطعوا في فيسبا نطلعوا للجبل. يعطيك ولا صحة يا صاحبي. اوه توا انا شكون جبتهم انا القهاوي هذوما؟ ولا ندنوا ليه سوك بريس مفخخه وجي حرك السكر ويتقرب عليه يمشي تروف تروف. ها؟ هذا كميل اخر. وانا وين نعرف؟ هي تحل فمها ولا تقلك على حاجه؟ قالوا لي محامي. اشنو؟ نقول له اعطيني بطاقه تعريف نثبتها. لا لا يا عايش خويا، مش حكايه التليفون هذي. انت اعمل روحك شي طل وشوف ما هو نصب. اي في لمين في لمين بالسلامه. عمي في شكون كنت تتكلم؟ في خالك حمادي. لباسه؟ شنو لباس؟ ما كلمش خويا ما نتوحشوش. هي مش لازم انا بطلنا اقعد فيها سميح. ليه امي ملي عرفت عم بشير وليت على اعصابها. ايش بيك انت زاده يا اخي؟ ماكش هابطه لسن مولدي. قال لي حتى نلحق باش نعيط لك. عيا بيه. قال لي حلوه هكا. تقتل. عايشك. وصل الحق. ماشي هكا ديك فارغه تعيب راو هبلتوا الراجل. حتى انا يا حياه ما نسيتش اني هبطت له ولا ما كسرت له راسه بالقرعه. هذه الرومانسيه ولا لوح؟ ها انا من بين نطلب ينقز وما يجاوبش. ربي هي شينا. اسمع صاحبي حل زون زيد اطلب زيد فهمت. وبعدين كان جاك اسي شبيب نديم نوقز لي يقول لي عصفور شيمك باهي. عصفور كيما الحميمه هي فوزه فوزه شفتها في فيلم تاع مخابرات. هذا اللي يقول لك عصفور في اليد ولا غراب فوق الشجره. هذه ننصحك نصيحه ونصيحه من الدين. شفتوا الغراب هذا؟ هربت له ساقه في الفرش. اهلا جايلة بعد. كيتي 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 وين راهي هايدا؟ الله اكبر. واش يا خويا تتذن؟ واش تنذن؟ انت تخمم فيك يا راس الهم. بجارب بجارب يقول لا يا ثماش حاجه عملتها وفلحت فيها. المراه هاجت عليك راسك مداني ليه تمسي؟ شلغي ما كذبانة وحاطة تغطان تعبرت في اذنيك. وين ما قسمش دي علي؟ يا ربي يا ربي راني خاطي يا ربي. خاطي؟ الحشيرة واطي. قضي عليك المقازوش مش الدني. الدني شاري على دارك ظلي متشرد من بلاصة بلاصة وكان دبر دينار بايك بايك. هاودي اختاروا شي بكفية انا نحط شاري ولا نحط زنبيل. ننصحك سير على زون. برا حرق روحك قدام وزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة؟ وليش اخي الفلاحة؟ وزارة الفلاحة على جال انت بابوش والبابوشة على زون والحلزون كتسب مطر يطلع راسه والمطر تابع وزارة الفلاحة. نورة اختي حجلة. مرة أخرى بالشاشية لقيتها عجبتك عاودت جيت بها. بون نقدر نعرف علاش عيطت لي؟ مزروب اختي حجلة؟ بشرب حويجة ساعة ومن بعد تو نحكيو؟ ما نشرب والو. راك مليح في مخك يا سي مولدي الميساج اللي تبعته لي البارح. الميساج هذاك يا غيظ من فيض. شنو؟ شوف عندي كلمتين باش نقولهم لك. كلمتين هكا هو يا ربي وش هذا المهبول. تعرفنا الحجله تبارك الله عليك باللكنه الجزيريه
اسمي يزيد على لسانك جمال على جمال. إيه مالي يا سي جمال، ما تزيدش تبعث لي حتى ميساج، أوكي؟ آه، نكلمك ديركت؟ ما تكلم ما تعيط. علاش أختي حاجة؟ شو السبب؟ قلت هالك مية خطرة، أنا راني مرتبطة باش نزوج بعد العيد، ما تفهمش. إيه هذا ما يمنعش أختي حجلة، أنا رجل متفائل، هو مرامدي. ومادام ما فما حتى شيء جدي ورسمي، مادام مازال عندي أنا أكثر أمل. عسلامة مادام وزير حجلة، نجيب لك حكاية تشربها؟ لا لا، جيب لي أنا قهوة، ما هي ما تجيب لها حتى شيء، ما عينهاش. لا لا عيني. يا عيني، فاش؟ فاش؟ واو حاجك غام على الاخر. تفضل الشيخ، الله لا يطيح لك الساعه. الله يرحم والديك. ابي بيشو، ما تقوليش شبيه رجالك الفوشيك الطق تربق طلعت، طق تربق رجعت. وانت وش راح لك فيها طق تربق وطق صرفب؟ شد نصبتك واختار كل لاوي بالناس. خذ نصبه. تشوف المشروع السياحة اللي عندي في مخي متنقل متحول متجول، مخك يحبس يولي نصبة. ودي وراك شدني وراسي، انت اش بيك اختارني ونص نصيبني يا سيد. واش يا سيد كنت يحبيك من تلقى متلقى كان بن عمك من لحمك ودمك. يا ربي سيفي، وانت من قالك يا خينا طحت بيا؟ مدام حياة قلتك الراجل جاي باش يطيح المقازة، وراجل ما غير مقازك العين ما غير فزازة. وشني رايك نوقف نتو ننقب لك الفزازة؟ ضمكم كمل عاد طفي ضو طفي ضو. الو هي المنشي المنشي، هي هي وجاء العصفور جاء، هي هي باه 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 انا نرجع فيك باه. اوليك الساس انا اخذ الرقمه معتبرة. سيدي اضرب التليفون تهبطك جنون. جاهزي يا مدام وربي قلت السعود فاصل ونعود. عصفور جناوي حخفاف تطبق عليه المنداف. وش تفضحنا يعطيك فتح. الو ها ها لذيذ ها ودي وينك يرحم قويك؟ لا وجا جا جا بخش القهوه باهي 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 نرجع فيك نرجع فيك باهي. حبي باش عش رايك فاض ما نجيبوا لهذيلي طقطق ليه عظامه؟ علاش ما نكلموش الحاكم يجي كرفه العصفور نتاع ودني؟ وليش يكرف فيه الحاكم وخي باش متهوم ترى بشرب على الجازوز في القهوه؟ حتى انت قد زوالي في مخك يا ودي، بعد الثوره تحب تتهم واحد تقول راهو قناص، ما مشتش قناص قول راهو زلم من الازلام، ما مشتش لزلم من الازلام قول راهو ارهابي. ها المنجي ها المنجي اسمعني معي، تحصلت عليه ولا؟ زين بي بي باي باي. يا منجي نعم شو ثم جديد؟ اسمع يا فريما قال لك اول لوضه في القهوه يا بتحت شبل وميلا. مين عشان ما بطل بحوايا يا اخي انا تعزي زي كمية. اسمعني يا انا وياك ما نزمناش نوفروا في التصويرة باش ما يحلبناش. باهي يا منجي نعمل لك طاجين ملسوقة. انا طاجين ملسوقة يا امي. اي ما بزيدش بني يا امي، اني هابطة القهوة وما نبتعش. اي وكي ولدك يقوم وما يلقاكش هاني وصيت حاجلة باش تقعد حذي. ايوه عيد حيد. نعم بالله سلمني على العصفور. عصفور اما عصفور يا حبيبي ما نعرفش عنوان الاغنيه يسلم العصفور نتاع شكون هي؟ جاموسي الله يرحمه. يفكرك في الشاده يا فطيمه صحيت. الله يرحمه. نعم يا منشي حل عينك تفيق بيك يا حبيبي. تفيق بيا صاحبك راجل يا فطيمه قالها. اسمعي بالله بالله الطاجين نحبه بزيد جبن يعطيك جن. اما طاجين اللي تحكي عليها يا اخي انت تو مشكل تدخلي انا باش نعمل طاجين ملسوقه. منجي اخرج منجي اخرج راكم قتلتوني في جلدي اخرج. مرحبا بك مدام. يعيشك يا منظر نسبيه بارك الله فيك. اه اش قلت يا حياه؟ والله اش باش نقول لك يا نديم، باقي مستحق شويه وقت نخمم فيه. باهي خذ وقتك. اما احنا اش خاسرين؟ خلينا نكلموا ارشيتكت يجي يشوف الدنيا كل يعمل لنا بيانو، وانتر تون تزيد انت تخمم وتاخذ القرار اللي يساعدك. بصراحه نديمة جايتني كبيره برشا باش تخرج بابوشه من المقازا. قلت لك راهو صاحب المرحوم يرحمه. اون بليس هو ينطر في خبيزه من المقازا، جينا نقطع له رزقه
لا عاد سامحني يا حياتي، هكا ما نعطيكش وذني راه. حقك هذا. يا أخي أنت وزارة الشؤون الاجتماعية باش تلقى حلول البطالة. وأنت شبيك تغششت هكا؟ لا لا أنا ما تغششتش. وطولي كان أنت حرة تعمل اللي تحب، أنا ننصح فيك وبرا. على كل حال باقي يلزمني شوية وقت باش نشوف شنو نعمل مع الجماعة. إي خذ وقتك. نهارك طيب مدام حياة. نهارك زين فاهم. الناس تكبيه. يا عايشك. اسناندر جيبوا حياة تجي على حساب ينال مدام حياة، وشوف سلعة صفر واش يشرب. سينا دي. يا عايشك يا فاهم ما عينيش. أنا حبيت نفرح بيه. لا لا بارك الله فيك ما نشربش. ما غير مزاج. ويا العصفور جاك الصياد من بعيد، الهاك يهد يهدو من حديد. يا المنشي احنا اللي ناخذ وما يجيبوش. اه سي سي اه المنشي معك. اه لا يا فيدي يا اخي وينك انت؟ شبيت بطيت انت؟ اجي اجي هاي تفضل. انا فيدي وينك ولدي؟ هي الرجل من قبيله في القهوه قريب يروح. باهي سيدي باهي انا نرجو فيك. اه اش خليك احلى زول؟ اه في اللوكا. اللوكا يا راجل تهد هالمغازة، خليك تعمل نصبه في اللوكا. ها في مجتمع؟ ايه في مش فهم مش فهم. اسمعوا كل امرهم متناوي خلاص. هاي تدردب عليا خنت بتاعت منها تخنتيب، وهي كل منشطه شوي ناكلك الزوج، تتملص تلاويس، تتسلح بما هي جايبه مسخ. هاي هاو جاي لهديل ياه؟ نجيب الامبيلانس. انا بيلانس يا ولدي، خاطر قلت له نحن برا خش ندخلوا عسوا، كلمه لا برا برا. المشروب عليك راه. ايه باهي. يلا يا كبير. هيا قلنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي، شبيك بطيت انت يا سلافيلي؟ تشديت في قضيه يا بي. هاي نشوفوه الفراد ياه. واش نشوفوه الفراد؟ يا ولدي يفهم الساعه الميضوع. يا ولدي شان ديما نفهم انا، وريني الفراد يقولوا لي قداش تحبوا سقوط. والسلام بالعافيه. يا حبيبي شو الحكايه فيها سقوطه؟ اسمع احنا ما بينا نعم فلا ما بينا حوايج خفيفه سلافيلي باش ما عادش يدور بحياه اختي، فهمت يا صاحبي؟ شنو هي توا يا بي؟ فهموني كيفاش تحبوا العنف؟ لفظي ولا مادي ولا بانشي؟ شوف حيوتها. انا عندي دراسه عملتها ان شاء الله تعجبك. شوفوها. اما راني بديت بالمقازه. القهوه ما زالت. شوف عندك هذايا تقريب الفساد البرانيه بتاع المقازه. 3 متر 20. نهارك مبروك اختي حياة. نهارك زين ببوشه. انست كبير. يا عايشك. قلت لك 320 هذه. ايه. تهبط هنا على اساس. سعيد لحيوته. اهلا منشي. انس كبير. يا عايش. مادام حياه تنام بك نقول لك نقول لك. انس كبير. يا عايش كيفاه؟ يا اخي شفما حياه. يحبوا يسلموا عليك وكهوا، يحبوك. يسلموا ولا لهم بينهم. اللي داخل انس كبير، انس كبير، انس كبير. يا اخي اول مره يراوني هذوما. أنا هذول يعصوا علينا. يعصوا؟ وفيش قابش يعصوا علينا، اش قاعدين نعمل؟ خويا البي. أهلا بخويا الهذيلي، مرحبا. أختي الحلوة توحشتها. الله يبارك. أختي حياة، نهارك ياسمين وفل. عايشك بارك الله فيك. أنستك بالبي. الميداني. ميداني. إيش تعمل هوني؟ اهلا بصاحب العشره. وينك يا بي؟ صاروا انتم تحكيوا على الميداني. يا حبيبي يا حصلت تعرفوا سي شباب هذا؟ شنو نعرف؟ عز المعرفه. بنومي عادينا مع بعضنا الصيفيه في لوبارش. عدى عشرة وخرج في عفو قبلي انا بمديده. الله الله. تحايل وانتحال شخصيه وتزوير اوراق رسميه. وعلى سعدي. حياة. تينا حياة نطيعة. انت شغلتي يا سيدي. يا رنجر وين ماشي؟ حصلت توك ضباع ولازمك تخلص. لا عاد خويا البي. اخيوة جميلة وما يخرجش علينا. مجرد تنبيه بعدم الدخول في المنطقة الخضراء. مع تحجير الاقتراب من لجنة اختي حياة. ما كانش. سافا بويا عاد. هزي من البداية. سافا. يا حبيبي صرتي تعرفوا القلاب هذا؟ يا نهار مغالي انا ساعة ما اتخذنا منه. اسمعوني يا بيات، ما دام انتوا ما عندكمش الاكتاف، رسموني في الحومة وناخذ مصاروفي. ايوه صرتي تحب تاخذ خلاصك؟
ها باش نعطيك انا تو خلصت. اشنو رايك كان رسموك في الكنوم؟ شنو يا اخي انت ما تتفرجش في الاخبار؟ اللي ما عندوش بنيه صحيحه يرسم قاعده عسكريه ويصرف عليها. قطر خير من الها. انا ها انا شو انت احمد وين عكس الغالي هنا؟ كان مش على خاطر الرجال راني شديت وعطيت وحدي بالصباط هذا ريت ولا؟ والله مبالحك يا المنجي، الراجل وكل من اللي شاف السلاح الاسد نتاعك قطعته. يا انت صاحبك الراجل يا هاي ستي العزيزه.